من حدائق القاهرة اللي طلعت اكتشاف بجد حديقة الويل الموجودة في ميدان حدائق القبة، وتذكرة دخولها بخمسة جنيه بس، ووعدك لو زرتها هتقضي فيها وقت مختلف. يلا بينا اقول لك تفاصيل خروجة حلوة وعلى قد الايه هتبسطك انت واولادك، والمرة اقول لك تروح لها ازاي باقل تكلفة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كده رضا. دايما وانا نازل من كوبري الحدائق بتخطف عيني حديقة مستخبية وسط الأشجار، ونخلها عالي ومنظرها مبهج قوي وفيها ألعاب كتير. لا إراديا بحس الطفل اللي جوايا عاوز يستكشف المكان ده، فقلت أزورها وأقولك انت كمان تفاصيل الزيارة اللي ممكن تروح لها انت كمان وتفسح فيها أولادك، وفعلا مش مكلفة إطلاقا لأن متاح الدخول فيها بالأكل، وكمان تذكرتها زي ما قلت لك بخمسة جنيه بس، وهتلاقي جواها مقاعد لطيفة وسط الأشجار والخضرة بخلاف منطقة ملاهي كبيرة. تعالى في البداية أقولك تروح حديقة الويلي إزاي. هتركب المترو وتنزل محطة كوبري القبة، وبمجرد خروجك هتلاقي قصر القبة في وشك. هتتمشى في ميدان الحدائق بالظبط 4 دقايق هتلاقي حديقة الويلي قدامك. أظن مفيش أسهل من كده. بمجرد وصولك لبوابة الحديقة هتدفع 5 جنيه، ودي تذكرة دخول الفرد، والأطفال أقل من 5 سنين دخولهم ببلاش. الجميل بقى إن حديقة الويلي مناسبة جدا للعيلة والأطفال اللي هتنبسط قوي في منطقة الملاهي، واللي هتلاقي فيها أكتر من 20 لعبة متنوعة، وأسعارها بتبدأ من 15 جنيه، وأغلى لعبة كانت ب25 جنيه. يعني بمجرد دخول الملاهي هتلاقي لعبة العربيات المتصدمة، ده غير لعبة الساقية اللي عاوزة قلب من حديد، لأنك هتقدر تشوف الحديقة كلها من فوق، في خلاف بيت الرعب اللي موجود برضه في مدينة الملاهي. ولقيت لعبة المنخل، ده بخلاف لعبة السلسلة. من الآخر ألعاب كتير هتخرج الطفل اللي جواه، وطبعا كل لعبة ولها سعرها. حديقة الويلي فيها مطعم وكافيه وليهم كراسي منتشرة في قلب الحديقة. من الآخر دي حديقة لطيفة، مساحتها مش كبيرة قوي، بس هتقدر تستمتع بوقتك جواها من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 10 بالليل. أنا جربتها واستمتعت بوقتي قوي فيها، وقلت أعرفك عليها حاول تجربها وفرح أولادك بتكلفة على قد الإيد، وحقيقي هتتبسط.